خلال استقباله سفير سلطنة عمان بالمغرب السيد سعيد بن محمد البرعمي بمقر مجلس المستشارين، السيد النعم ما يرى على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين برلمانيي المغرب وسلطنة عمان عبر تبادل الخبرات والتعاون في مختلف مجالات العمل البرلماني. كما أكد السيد ما يرى على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا أهمية الدور الذي تتطلع به مجموعة الأخوة البرلمانية المغربية العمانية في تقوية أواصر التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين بصفة عامة. من جهته أشاد السيد البرعمي بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين وبين الشعبين الشقيقين، ونوه في هذا الإطار بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وبالسعي المشترك للارتقاء به أكثر بحكم توفر إمكانات ومؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.